وحشتوني كتير ورجعت لكم بألعاب باربي الجميلة ومسابقاتها الهايلة. أهي حبايبي، تعالي يا باربي ما نشوف ألعابك الجديدة أهي. يا رب تكوني مبسوطة. نايس واو، جوب. طب كويس يا حبايبي، تعالوا نشوف هدايات باربي اللي بعدها. مع عربية كبيرة شكلها ايه؟ هتاخد ألعاب كتير اهي. بصوا حبايبي، بس عايزة ايه، شوية خفة شوية. تعالي يا باربي، تعالي تعالي تعالي، ايوه كده. بتحضر للمصيف؟ تمام. طب كويس، قالت لنا احسن. حطي في العلبة ديت يا باربي. تعالوا نشوف المرحلة اللي بعدها، باربي هتعمل ايه. يلا يا باربي. الله، شايفين يا حبايبي، دي مسابقة هايلة جدا اهي. يلا يا باربي، بسرعة 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 عشان تفرح مننا. ما تقولناش احسن، تقولنا هايل. اهي اصحابنا، احنا في مسابقة بصراحة يعني هايلة. باربي، بس باربي ما خدتش الادوات معاها. نايس جوب. واو، دي عجبتها. يلا يا باربي، تحطي مع اصدقائك. تعالي نشوف اللي بعديكي. شايفين يا حبايبي باربي وجمال باربي والعابها الجميلة الهايلة اهي. ناخد الطوق عشان تعرف تعوم بيه اهي يا حبايبي. بس المرة دي بتهيألي احسن بكتير. واو، نايس جوب. كويس اللي احنا عجبناها يا حبايبي. يلا يا باربي نشوف اللي بعدك اهي. باربي راحت فين؟ شكلها بتلغزنا. الله، اه وريتنا البيت الجديد، شفتوا؟ حياة تانية خالص. يلا يا حبايبي، فستان منقط ده عايزين نجيبه باللون الأحمر والأبيض. ماشي يا برضه، أيوة هو ده، برافو. حطي الفستان في الألوان. الجزمة بتاعتها الجميلة، وشعر باربي الأصفر الجميل اهو يا حبايبي، هيتلون بالأخضر الفاتح. طب كويس، قالت لنا أحسن. هنشوف اللي بعدها. احنا كل دوت يا حبايبي بنملي قصر الباربي. يلا يا حبيبتي، يلا بسرعة، هناخد بقى الأدوات دي كلها. يلا يا باربي بسرعة. تمام. شايفين هي لمت قد ايه في العربية؟ برافو يا باربي، احسن. نو، دي ما عجبتهاش، عيطت ليه كده، مع ان انا شايفة كده حلو. طب تعالوا نخليها تضحك. يلا، ودي اخر مرحلة يا حبايبي معايا النهاردة، وان شاء الله بكرة نكمل لكم بقية الحلقة. بس ما تنسوش بقى الاشتراكات واللايكات والتعليقات، عشان كل يوم العاب وهدايات جديدة. يا ترى هتقول ايه؟ Awesome. احسن. يلا حبايبي، باي باي.